الخارجية المصري سامح شكري قال أشار إلى رفض إثيوبيا لاستئناف المفاوضات رغم المرونة التي أبدتها مصر والسودان وفق إطار ييسر الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة ويعطي لرئيس الاتحاد الأفريقي الاستعانة بالوسائل المتاحة لتقديم وطرح حلول للقضايا. أشار الوزير المصري سامح شكري إلى أن إثيوبيا رفضت استئناف المفاوضات وفقا للولاية التي اعتمدها رؤساء الدول والحكومات خلال انعقاد القمة الأفريقية. الوزير المصري وزير الخارجية المصري سامح شكري وصف إثيوبي بأنه مؤسف للغاية. البيان الختامي لم نتحصل عليه بعد، لم تتم طباعته بعد وتسليمه لوسائل الإعلام، لكن سبقت أيضا الوزير المصري وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي قالت إن البيان الختامي يسرد فقط ما دار في مفاوضات كينشاسا مبدية أملها بأن تتحقق الكونغولي لتقريب وجهات النظر لاحقا. الوزيرة السودانية أيضا أشارت إلى أن إثيوبيا وصفت الموقف الإثيوبي بالتعنت في مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة. يبدو أن هناك اتفاق في توصيف الموقف الإثيوبي من قبل الخرطوم والقاهرة على أنه كان يعكس قدرا من التعنت الإثيوبي. حاولنا استنطاق وزير الخارجية الإثيوبي وكذلك وزير الري أكثر من مرة، حتى هذا الصباح كنا نحاول استنطاقهما لكنهما رفضا الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، لم يصرحا لأي وسيلة إعلام هنا. يمكن القول إن هذه الجولة أفضت إلى لا نتيجة، هي جولة مخيبة للآمال بحسب مراقبين. واضح أن المواقف متباعدة ما زالت، حتى صياغة البيان الختامي استغرقت وقتا طويلا جدا. حتى الثانية صباح فجر هذا اليوم تدخل الرئيس الكونغولي لإقناع الوفود بالبقاء، لكن حتى مع بقاء الوفود لم تنجح هذه الوفود في الخروج بتفاهم أو اتفاق أو اختراق يذكر.